مرحبا واهلا وسهلا فيكم. السلام للجميع. اليوم عندنا انبوكسنج وريفيو لاثنين بلوتوث هيدفونز هيدسيتس. هذا من بانكيو، شكلهم كتير كويسين، كتير بروفيشنال. وهذا من فوينيكاس، شكلها بلاستيكي اكثر بلاستيك، بس بدنا نشوف التنين. البوكس للفينو كاس هيدفونز هي بلوتوث وبيجي مع مايك، بس اذا بدك تعمل الميكروفون بدك الواير، وهذا USB-C. البوكس يعني كتير بلاستيكي كمان، بس الهيدفونز اتسلف شكلهم كتير كومفورتبل ومو يعني صوت اكبر شوي. هم كتير الهيدسيت اتسلف كتير كومفورتبل. هذا هيك، هذا البانكيو C750 headset. هذا أكثر بريميوم، بيجي بكيس هيك وفي باج عشان الهيدفونز، بس هذا USB-C مايكرو، وهون الهيدفونز هيك. هذا كمان كومفورتبل، بس مع إذا بتحب هذا مو يعني التنين، هذا كل دانك جوا الهيدسيت، وهذا مو كل دانك بالهيدسيت. وكمان عندها باوش للهيدسيت والمانيولز. بعمل هوم كونكشن لتليفوني و بيجي عليك. هذا ال فيانكو C750 هيدفونز، الاوديو كثير كويسين، الاوديو كثير كلير، ويعني هون من هون حطهم هون maybe a little bit distance if you're إذا أنت مع واحد موسيقى ما بدك صحابك يعرفوا شو تعمل تقدر. هدول كويسين والاوديو كتير كتير ما شاء الله looks amazing. وهلا نشوف هدول الهيدفونز. الهيدسيت less comfortable وبس less expensive كمان، والاوديو كويسة كمان. وهون less volume، less يعني أنا هون هذا ال headphones so I cannot hear anything. من هذا أنا حطيته هون و I can still hear a little bit but not very much. و هيك هذا الأوديو من هذا،
وإذا حبيتوا هذا الفيديو عملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان شوفوا فيديوهات تانية وشوفكم في حلقات تانية. باي باي.